بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. من عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها السادة، القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ولي ضوية، القارئ والفقيه بمدينة سرس الليان. أيها السادة، ندعو الله لقارئنا بالتجلي والتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء
وعلى سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبه ويتفكرون
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من قد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا سمعنا مناديا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا إننا سمعنا مناديا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وتوفنا مع الأبرار ربنا ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك
أهلك لا تخلفني فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض Yeah.
الذي لا هاجر ومخرج من ديار وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواه جهنم لكن الذين اتقوا لهم جنات خالدين فيها نزلا من
وما عند الله خير للأبرار. لا لو انزلنا هذا القرآن على جبل 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 لرأيته خاشعا وتصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم في هذا التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ولي ضوية القارئ والمقيم بمدينة سلسليات. أيها السادة تقدم أسرة الفقيد بالشكر والعرفان لكل من تقدم لتأدية واجب العزاء.